السلام عليكم واش الخوت كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا مزيانين وبالف خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في القناه، ونتمنى تدعمونا وتدعموا القناه ديالنا باش يطلع ويطلع المحتوى ديالنا. مرحبا بكم. اليوم اخوتي المحتوى ديال هذا الفيديو هو انني كنت كندوي مع السي حميد، حتى درت ليه واحد التحدي وغادي يقول لكم شنو هو التحدي. المهم الخوت كما قلت لكم انه عطاني المسافه ديال 11 كيلومتر من الدوار هنايا حتى لواحد الدوار اخر بينه وبين الدوار 11 كيلومتر، وحتى 40 دقيقه باش نقطعها من هنايا حتى لهي. الا نجحت في التحدي هو هذاك راه غادي يخلص عليا العشاء، الا ما نجحتش في التحدي غادي نخلص عليا العشاء. المهم هادشي اللي كاين الخوت، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، تبعوا معنا الفيديو باش تعرفوا شنو هي النهايه ديال الفيديو. المهم اخوتي دابا غادي يبدا التحدي ديالنا، غنطلق ليه الكرونو دابا، قلت لي 40 دقيقة. يلا هو هذاك ما جبتهاش، العشاء على حسابي. هوما خير باغتي. يلا اجري معنا السي حميد، جري جري. ديما الخوت احنا دابا وصلنا لهاد البلاصة، ها هو حميد كيجري، انا تابعو بالبيكالا، غادي نتبعو حتى لديك البلاصة. المهم ها هو هنا خوتي، لا جدي هكذا كتلقى شحال من طلعة. ماشي شاد الكرونو دابا الخوت، انا فتنوت المود، لا عارفين تنوت المود. ها هو راه سبقنا الخوت، انا بالبيكالا وسبقني، ما عرفتش كيفاش دار ليها. اخوتي هو ديجا كيتريني، مولف داك الشام، انا ما عمرني ترينيت. الان عبد الحميدي يسبق كل المتسابقين. دابا 6 دقائق مازال، الطريق غتكون تقريبا هنا يقارب ال 90 كيلومتر. كل ما كتقرب الوقت خصك تطلع في الريتم ديالك. خمسة ديال الصباح ولا ديال العشية؟ كنجي بعض المرات في العشية بعض المرات في الصباح. اللهم بارك. وقلنا لي ندير واحد الطويرة هنايا ونديرو فلوق ونصورو لكم غاديين غاديين. ما عرفتش واش غادي يبان لكم، راه خلاني هنا غادي نصور لكم هاد البلاصة هادي. انا بالبيكالا وعيت، هو كيجري بالرجل، ما عرفت كي دار ليا، والله ما عرفت. دابا غنزربيو شويه باش نوصلو ليه، غادي نديرو كاطري عام. اخوتي كنتمنى بزاف تدعمونا هاد القناه هادي، يلا بديناها
ومرحبا بكم في هذه القناة، وشكرا لكم، ونتمنى تدعمونا بزاف، نتمنى تدعمونا بزاف هذه القناة هذه. ان شاء الله راه كاينين فيديوهات اخرين ان شاء الله دا كاينين في البروغرام، وتحديات اخرين اكثر من هادو. غير ان شاء الله بغينا الدعم، بارطاجيو معنا هذه القناة هذه، وتبارطاجيو معنا الفيديوهات ديالنا. ايوا سير خوتي، واحد الطلعة كاينة هنا غنصر فيها البيكالا. ايلي ها هو حميد. دابا خوتي تابعوا البيكالا باش ما يسلتش من شي طريق مختصرة ولا شي حاجة بحال هكاك. مازال ما وصلنا لديك البلاصة اللي قلنا لكم، ما غاديش ندخلوا حتى للدوار تقريبا، غير الخرج الدخلة ديال الدوار ما كاين، غادي يستريح شوية. ما عرفت واش غادي يبان لكم. سير الله مشينا فيها الخوت، مشينا فيها ومشينا فيها الفران، الفران على قد الحال. بلاتي 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 غنرجع. علي السي حميد اخوتي، دابا راه 34 دقيقه اللي وصلت، مابقى لي والو، ما عرفت واش غادي يربح ولا غادي يخسر التحدي. السلام عليكم الخوت، دابا راه انا وصلت النهايه ديال الطريق ديال التحدي، تقريبا بقات نص كيلومتر ولا متر للدوار. حنا ما غاديش نمشيو حتى للدوار، دابا كنتسنى حيت سبقته، غادي نوجد ليه شي حاجه ما ياكلها. عجبنا معنا شويه ديال ديمو كما كتشوفوا، هذا دابا كنتسنى يوصل، دابا كنتسنى يوصل اخوتي كما كتشوفوا، عجبني. ها هو دابا وصل اخوتي، ها هو. يلا يلا ما بقى لك والو. كيف الخوت؟ صافي كي دوزتي هاد التجربه اخويا؟ والله الا تجربه واعره بالله صراحة، راه الرياضة راه زوينة لكاع الدراري، والمهم للجميع. ناكلو شوية اخوتي، غادي ناكلو شوية واخا ما جبناه. بسم الله الله الله، واخا انا ما جريت غادي ناكل معاه، واخا ما جريت. لا انت غادي تخلص العشاء اخوتي، راه ربح التحدي بعدا. اخوتي دابا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا التحدي، وان شاء الله راه كاينين تحديات بزاف، وبقاو معنا ودعمونا باشتراككم وانطراط لي لايك. نعرفتكم وتهلاو يلا الخوت، نتمنى يعجبكم الفيديو. سلام.